اكو محترفين شلون اختاريت؟ محترفين اكو اثنين بالدوري العراقي اللي هم ديدر يلعب نفط الوسط وليما اللي يلعب بالطلبه. يعني شايف فيهم وقعنا وياهم. نعم. الاربعه الباقيين لاعب كان يلعب بالنجف الموسم قبل الماضي تيري المهاجم وقعنا وياه. والباقي اثنين يلعبون منتخب النيجر شاهدتهم ووقعتهم مدافعين. والاخر يلعب بالدوري الاوروبي الدوري الصربي لاعب كاميروني يلعب بالوسط. ممتاز. وهذا كلهم خياراتك؟ كلهم خياراتي. مستواهم بعد ان اجوا زينين كابتن؟ اكيد يضيفون للفريق؟ اكيد هو المحترف اضافه للفريق طبعا. يجي واحنا مو محترفين ملايين الدولارات صحيح. او 200 و300 بس وفقا لما متوفر يعني متوفر عقود مقبوله ومستوياتهم جيده حاليا. هم بدوا اي لاعب او اي فريق جديد يحتاج له وقت طبعا. فبمرور الوقت ان شاء الله بالتدريب وبالمباريات وبالانسجام ان شاء الله الفريق يبشر بخير. انت عندك تجربه بتشكيل فريق الطلبه في وقت سابق قبل. بصراحه سويت مفاجاه انه الطلبه يعود وينتشل من 18 بالترتيب الى وصافه مربع منافس. فهذه راح تتكرر مع الميناء لو الظروف مختلفه؟ انا اريد اعرف ما ادري. والله هو شوف الظروف تختلف من فريق لاخر. زين. انا ترى حتى الجويه ضفت لهم لاعبين كثيرين. صحيح. يعني مو فقط الطلبه، ستة من تجي للجويه. يعني الاضافات اللي جبتها لهم هسه صاروا ركائز، هم ما استغنوا عنهم. مثلا الحراس اثنين هم. محمد حميد ومحمد واحمد صحيح. شاكر. عندك حمود مشعان، رسلان، محمد الباقر كان اعاره بالديوانيه ورجعته للجويه. غيث المعروفي.